السلام عليكم متابعينا الاعزاء، اليوم في رحله صيد في ناحيه القادسيه محافظه النجف. طبعا هاي منا المنطقه بدأوا استوهم يزرعون حنطه، وهاي الجهه منا زارعين شلب تم عنبر. انا والوالد وياسر ان شاء الله متجهين للصيد، راح ندوش نسوي دوشات هناك ونصيد ان شاء الله. صدنا نصوركم، ما صدنا ما نصوركم. تعلم ايش تعلمه؟ تتعلمه؟ يبا ما دامك فارغ اطويه اطويه. يلا روبيانك وين؟ وحطيته بالسطر. اللهم صل على محمد. تعال ياسر ذي سمكات لقدام جرها ثاني بساعة. زين زين منا منا شبابيط ابو اللبن هاي كلها كلها شباب. هاي شبابيط ايش قلت؟ هاي سمكية صغيرة. انا هواية من عندي صغار شوف. اي والله هواية هذا صغار من السنتي كله يرجع للماء خطية. شوف وديها قال صح لم وش تعال. هي وديها تروح لامها انت. يلا طلع هذا حط سيتك والقاع اصلاذب. صلى على محمد وعلى محمد. صلى على محمد وعلى محمد. خير نعمه نعمه. تعال حط السلة وديك تعال. يا انا ماتي. هو اخر واحد. دوم مسرب هذا. دوم مسرب الصخل. على صخل يا ابن الصخل. منظر من جرف نهر القايد، هذاك صياد هناك جاي يصيدون. مع اليوم الصيد قليل بس انا حضرت السناره مالتي وبعدني ما داب. يلا ابوي. طبعا لهنا يا متابعينا من وياكم وحبايبنا واخوتنا واصدقائنا. طبعا الصيد قليل اليوم جدا قليل، المي قليل والصيد قليل. لا والله المي هنا زين بس ما يقول الكهرباء ما اعرف يعني من الصبح لسه نصيد اليوم ماكو. حتى تشوفونه هذا البلطي وهذا السمك الناعم. حتى علف علفنا خاف تقولون. نعم. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتابعوني على كواي. مشكورين.